أنسة سيرين، ما هي أهمية انتخابك ملكة جمال العرب؟ ملكة، أنا أول شي نزلت ملكة جمال عن فلسطين، ملكة جمال فلسطين، بعدين انتخبوني ملكة جمال العرب. يعني هذا بيوحي على أنه كل الدول العربية بتعترف ببلد اسمه فلسطين، إثبات وجود لبلد اسمه فلسطين. طيب كيف تم انتخابك؟ تم انتخابي بأوتيل لامارتين بحمدون بين 8 دول، كان مشتركين 8 دول عربية: لبنان، سوريا، العراق، مصر، الأردن، تونس، السعودية، العراق. طيب راح تشتركي في مسابقة ملكة جمال العالم؟ ملكة جمال العالم بتوقف على 2، إذا رشحوني أول شيء اللجنة اللي انتخبتني، إذا رشحوني أنا أنزل عن الدول العربية، بعدين تاني شيء بتوقف على إذا أنا بدي أنزل، يعني إذا ظروفي أنا قدرت إنه أنزل. نتمنى لك التوفيق، شكراً.